الحكومه المصريه بصفه المرجو من الناس. اولا احنا يعني احنا كلنا مصريين وكلنا تمنا للوطنيه والحب لبلدنا والحب المواطنين، وكلنا اصلا نعرف يعني قيمة مصر. مصر هي فيها من أعظم دول العالم، وشعب مصر من أحسن شعوب العالم، وجند مصر من أحسن جنود العالم. طب إلى الآن على المستوى الرسمي لم يتم الرد حتى على الطريقة. لا مين قال الكلام ده؟ يعني لا لا ده سطر وثيقة عشان لا 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 مطلب جماهيري بطرد السفير. لا لا ده معلش يعني سيبوا الحكومة تشتغل وتأدي دورها كويس جدا، واحنا عارفين مصلحة البلد فين وعارفين ازاي ندافع عن شعوبنا وازاي ندافع عن جنودنا وعن بلدنا. يلا بعد اذنك.